السلام عليكم. ما إن يذكر الدلاح وحتى تذكر دكالة مقترنة به، فهي تشتهر على الصعيد الوطني بزراعة هذه الفاكهة الصيفية، نظرا لتوفرها على ظروف طبيعية ملائمة تتمثل في مناخها المناسب ووفرة المياه، وهي توفر الآلاف من أيام العمل. لذلك اخترنا فاكهة البطيخ الأحمر أو الدلاع كما يحب أن يسميه أهل دكالة موضوع هذا العدد من برنامج مع الفلاح. فأهلا بكم في العدد الرابع الذي يحط الرحالة هذه المرة بأحد الدواوير التابعة لجماعة سيد إسماعيل. يعرف عن البطيخ الأحمر بدكالة تأخره في اقتحام الأسواق والموائد، فبعد حوالي شهرين من رواج هذه الفاكهة بالأسواق قادمة من مناطق أخرى مختلفة كزاغورا وشيشاوا والغرب وغير ذلك، ها هو يدخل بدوره الأسواق بعدما بدأ العمل بقطافه قبل أيام قليلة. والدلاء ديال دكالة يلا بدأ لك يدخل مزيان. وتحظى فاكهة البطيخ الأحمر الدكالي باهتمام الدكاليين أنفسهم، لأنه حلو المذاق عالي الجودة، حيث لا تكاد تخلو منه مائدة الفقير والغني على حد سواء، فهم يتحرونه في عملية الشراء معتمدين على الثقة التي يضعونها في التاجر. هو ديال الدكالة مزيان، الناس مواطنين كيجيو يسولوا على الدلاء ديال الدكالة، والوقت اللي كيكون ديال الدكالة راه كنقولهم ديال الدكالة، والوقت اللي كيكون ديال بلاصه اخرى كنقولهم ديال بلاصه اخرى. هما باش كيعرفوا الدلاء ديال الدكاله ديال الثقه، الكليان ديالك كيجي عندك كيثيق فيك، الا قلتي لي ديال الدكاله ديال الدكاله، كاين اللي كيجي من بلاصه اخرى ويكذب يقول لهم راه ديال الدكاله. وقد كان لزراعة هذه الفاكهة مردودية مربحة لجميع المتدخلين في هذا القطاع من فلاحين وتجار ووسطاء، غير أن الوضع لم يعد كذلك هنا بمنطقة دكالة في السنوات الأخيرة، وبشكل أخص هذه السنة. هما هاد البحيرة ديال الوالد ديالي، كنعاون الوالد ديالي في هاد البحيرة، هاد الموال فين كان الدلاع موال كيدير جدراهم وشناهم، ودروك داير بالبدية داير 30 ريال، داير 30 ريال، دروك كنشرجوها ب 24 ريال. ما واش رابحين في هذا ولا خاسرين؟ لا ما خاسرين، ما كاينش الموال فين كنقلقو نقلعو جوج قلعات شناهم، وكشوف كيما يبان لك انك قلعة وحدة، كيما قلعة وحدة صايم كي اللي قلع قلعة وحدة مابقاش يعاود مرة تانية، فهمتي؟ وعندنا هنا الخسارة دروك في هادشي، تمارة في سبيل الله، صافي فهمتي. قبل البحيرة كانت لا، هادشي ما كانش قبل، هادشي هاد سنين مؤخرة هي دي قضية بدات، بدا الدلاع كيدل، صافي ما بقى لا دلاع لا والو فلاحة. أثناء تواجدنا بهذه الضيعة أخبرنا أن مزارع البطيخ الأحمر بالمنطقة يجتمعون في مكان يبعد ببضعة كيلومترات من هنا، ينتظرون فيه التجار لبيع منتجاتهم، فقصدنا المكان للتعرف أكثر على الأسعار والاطلاع على العرض والطلب. من الصباح كنجيو مع الصباح، حنا كنبقاو نتسناو حتى للجوج، جي طوموبيلة كاين باركين 20 فلاح، البيع 20 اللي كيجي عندك كيعطيك واحد السومة قليلة، يعطيك درهم يبدا يسوفك بدرهم 22 ريال، تدلع بشحال طالع لك؟ طالع لك بريال بجوج، راه طالع لك بالدواء بشحال، والليتر ديال الدواء راه كاين الليتر ديال الدواء اللي كيدير 15000 16000، اش غتخلص؟ تخلص موالين الدواء، تخلص موالين المزير، الخدام اللي كيخدم عندك يضل يداوي معاك راه 100 درهم باش كتخلصي، فين غترد راسك؟ الا بعتي جوج طون ديال الدلاع ب 40000، شراهم من عندك سيد تا هو مسكين غادي يترزق فيهم الله، تا هو ما جاك شي كتبيع حملي تشد فيهم 40000، هاد 40000 اش غتخلص بها؟ موالين الدواء، تخلص بها موالين البوطه، تخلص بها فغترد راسك، موالين المزير، فين بغيتي ترد راسك؟ كنبيعو نشري في الدلاع. ها؟ عاود لينا شنو الثمن على مؤخر؟ يو الثمن حنا كنديو فيه ب 25 وحنا كنبيعو فيه ب 30، وكون خسرنا فيه فاش دينا السلعه خسرنا فيها كاع، كاين السلعه اللي خسر فيها. كلشي واكل العصا، لا اللي يدير ولا البيع والشري ولا. عبد الغني يوضح لنا نسبة انخفاض الإنتاجية بالمقارنة مع الوضع السابق، حيث يشير إلى أنها تصل إلى 50% تقريبا. بكري كانت تخسر 5000 درهم ولا 6000 درهم على البحيرة، الخدام كيعطيك خدام تقريبا واحد 7 طون ولا 8 طون، دابا حاليا الخدام كيعطيك بين 3 طون ونص 3 طون 4 طون، دابا حاليا سوق 23 ريال، حسب ليها حتى راسك شوف اشناهو غادي تخرج لي، شحال ديال الفلوس غادي تشد فيها 3 طون ولا 4 طون، وانت الخدام خاسر عليه 5000 درهم. كاين شويه المضره، كاين شويه المضره.
ولعل السؤال الذي يراودكم هو لماذا يشكو فلاح دكالا انخفاض أسعار البطيخ الأحمر؟ أو بعبارة أخرى، أليس الثمن الذي يبيعون به كافيا لسداد مصاريفه وتحقيق بعض الأرباح؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد أن نشير بداية إلى أن منطقة دكالة تختلف عن مناطق أخرى في الإنفاق على هذه الفاكهة، هذا ما أكده من تحدثوا إلينا. هادوك ما كيصيروش الصير اللي كيصيروا دكالة ديال جديدة، هادوك كيحطوا الحبة كيحطوها في الأرض طالقين لها قوت قوت معاوناهم الأرض فيها الفوسفات. حنا هنايا هنا دكالة إلا ما درتيش المواد، إلا ما درتيش لينغري ولا ما درتيش المازير ولا ما درتيش صيفطتيش داكشي في القوت قوت المواد، هذا ماب هذا قطران هذا كلشي داكشي غالي راه كيعرفوه فلاحة كل شيء وكيعرفوا اللي هي 20 مواد طبيعية، مواد طبيعية مواد ما فيها لا مضرة لا والو، ومزير ديال البهيم اللي كنديروا حنا ديال الكوري ديال الطور اللي كنديروا حنا قفاياج كيطلع لك ب 50000 60000. كي بغيتي دير انت مين بغات درهم غتدخل به فلوس غتشد به الفلوس غتدخل به فلوسك، ما يمكنش ما تكملش لك حتى الكريدي مع موالين الدواء. شحال الثمن كان كيدير الدلاع شحال هذا؟ الدلاع حنا خاصو يكون من فوق جوج دراهم، والفوق الا بغينا نخرجو مزيان خاصو بعدا 36 جوج دراهم والفوق، هادي الا بغينا نتمو غادي الا بغينا نخلصو الكريدي كاملين وتشيط لينا حنا واحد المنيول ولا جوج منايل باش ندورو له تخلصنا. شي بحير كتجنات مره واحده وما كتبان مابقاش غتجنا واحد، هادوك صافي قلعه واحده، هادوك هما اللي كاينه داكشي اللي قلعه واحده تشواط وجا هذاك. التمرة كتحرت نوبة الأولى الأرض كتفوسي كتجيب الغبار كتقلع هاد الحجر ها هو أنت كتشوف فيه بزاف د الحوايج، كاين مصاريف وكاين تمرة وكاين كاين شوية ديال المصاريف، كاين الكرا وكاين الكرا ديال البير وكاين الخدامة كاين الغبار كاين دواء كاين كاين ماكلة بزاف د الحوايج كاين. إلا بغيتي تبقى غادي مع الفلاحة ما يشيط لك ثريا الحساب طوناج ديال البحيرة ما تشدش هاد الفلوس اللي خاسر عليها. أضف إلى ذلك ما يتركه التاجر خلفه من حبات البطيخ لعيب رآه فيها، وأكثر من هذا وذاك العمل تحت الشمس الحارقة. وإذا كانت فاكهة البطيخ الأحمر بدكالة تصدر في السابق إلى أقاليم أخرى، فإن جل من التقيناهم من التجار أشاروا إلى أنهم يبيعونها محليا فقط كالجديدة وخميس زمامرة. ولا شك أن انخفاض الأسعار سيؤثر سلبا على تحفيز الفلاحين لزراعة البطيخ الأحمر مستقبلا، مما يؤدي إلى تقلص زراعته جغرافيا بدكالة. مشاهدينا، إلى هنا ينتهي عدد اليوم، إلى اللقاء.